احنا في شركات خاصه بتاعت توصيل سيام بقى زكاه ركاب او بضائع او 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 ممكن اي حد معاه عربيه بيستغل وقته في انه يزود دخله بالطريقه دي. والله انا بشتغل شيفتين، بشتغل شيفت 8 ساعات الصبح وبعد بعد العصر بشتغل شيفت تاني عشان ازود دخلي، لان معايا 3 اولاد فلازم دخل زياده، ولو في اي حاجه تانية بعملها. ابتديتها بالسوشيال ميديا، عملت بيج على الفيس في المنتجات بتاعه المستلزمات الطبيه. بدات انا واخويا في المشروع ده، كمامات، فرش طبي، الحاجات دي، والحمد لله يعني دلوقتي حاليا بنوزع على صيدليات وتجار كتير. ممكن اعمل مثلا ادفرتايزنج اونلاين، تسويق اونلاين، تسويق شبكي، ان انا ابيع مثلا منتج مثلا عارفه موجود في السوق مثلا بسعر معين، اعرف اجيب الجمله وابيعه اونلاين او كده. دي اكتر فكره انا اقدر اقدمها بالنسبه لشغلي، لان انا شغلي مرهق شويه. ممكن تنزل تشتغل يعني، ممكن لو هي قاعده في البيت، ممكن لو بتعرف تعمل هاند ميد، بتعرف تطبخ، فبتعمل وجبات وتوزعها. هي بتبتدي بالجيران الاول، بعد كده الجيران بيجيبوا اصحابهم وقرايبهم وكده. لو بتعرف تعمل هاند ميد اوكي برضو شغال. هو الاونلاين دلوقتي هو اللي شغال. حضرتك دلوقتي انا شغال شغلانتين، شايفين دلوقتي حضرتك نازل الصبح خش بيت الساعه مثلا 1:30، من الساعه كام؟ من الساعه 1 الظهر لغايه 1 بالليل. خلص شغل من هنا واطلع على شغل هنا تاني. حاليا انا عامه جنب شغلي بعمل زي حاجات كده صغيره، حاجات خشب بتتعمل زي كاركتر او كده، وبسواها عن طريق النت اصلا. حته مكنه تزود الدخل، تيشرتات للاطفال، فانيلات بنص كم كده يعني. مرة تانية مساءكم خير. الحقيقة أنه بعد ما سمعنا التقرير أنا عارفة أنه موضوعنا عن إزاي تزود دخلك، بس ما خدتوش بالكم كده معايا أنه إحنا بنكلم ناس شقيانة ومحترمة وبتجري على لقمة عيشها، وأنه كل اللي بنسمعه من حوارات تافهة على السوشيال ميديا حوالين هو الراجل يصرف على عياله ولا لأ، والست تربي عيالها ولا لأ، ما يجيش حاجة جنب الناس المحترمة اللي شقيانة في الشارع دي. يعني أنا سامع كتير ناس بيقول أنا بشتغل شغلانة واثنين وتلاتة عشان أصرف على أولادي وأكفي بيتي. دي حاجة قد ما هي صعبة، ونتمنى أن ما يبقاش ده الحال طول الوقت. نتمنى أن الناس يبقى عندها وقت لحياتها كمان أكتر، لكن كمان تحترم. وأي حد فينا عايز يزود دخله أكيد في فرصة وأكيد في طريقة. إحنا النهاردة متشرفين دكتور رأفت يوسف، أستاذ علم الإدارة واستشاري الموارد البشرية. ساكر يا دكتور. ينا هنا مزيك. يعني انا مش هحسد ولا حاجه، بس حضرتك شخصيا بتشتغل حاجات كتير قوي، صح؟ جهية. مش كده؟ مش بدفع ضرايب بس. فحضرتك خير النموذج لموضوع ازاي اشتغل اكتر من شغلانه من غير ما اثر على ولا واحده فيهم. ينفع نعمل كده، بس هي محتاجه اداره وقت كويس جدا، لانه طبعا اللي بيزعلنا لما بنسمع من الشباب يقول لي كان ما عنديش وقت. لا، انت عندك وقت. لا، ولازم الوقت يكون متناسب ما بين حاجتين اساسيتين، انك انت بتشتغلي وتنمي مهاراتك، والاثنين لازم يشتغلوا بشكل متوازي. تنمي مهاراتك ازاي وانت ما عندكيش وقت؟ ده حقيقي. وخصوصا لحضرتك متجوزه وعندك ولاد، فبتروحي البيت بتستخسري مثلا انك تمسكي كتاب تقريه. حلو قوي، انا معاك. بس انا هقول لك على فرصه مهمه جدا، انت بتركبي ايذر مواصلات او عربيتك الخاصه مش اقل من ساعتين في اليوم. الله. دول الفتره اللي لازم حضرتك تطوري نفسك فيها. يا اما انا حاطط كتاب اكشوالي فيديوهات، يا اما دلوقتي في ابلكيشنز موجوده على كل التليفونات ان هو يحوله لك حتى لو هو PDF تسمعيه. ففكره ان انا ما عنديش وقت، لا، الوقت موجود، بس ازاي حضرتك تعرفي. والتوازن ده لو ما حصلش، لو احنا تركيزنا كله ان انا اجيب فلوس النهارده وما طورتش نفسي، فانا ممكن اجيب فلوس النهارده بس مش هقدر اجيب فلوس بكره. طب ما تيجي نرمي القنبله دي في الاول. انا عندي معلومه وحضرتك صححها لي، انه اي حد فينا النهارده لو مطورش مهاراته بعد 5 سنين ممكن يخسر شغل. ده حقيقي. ده حقيقي في اي تخصص. يعني لو انا موظف في الحكومه وضامن ان انا مش هعرفوا يمشوني، هخسر شغلي؟ وارد. مش كده؟ ده حقيقي. ليه؟ ما هو انت حك لو بصيتي في طبعا موقع شهير جدا اسمه بيزنس انسايدر، عمل تقرير لسه نازل من فتره قصيره، اكتر 30 وظيفه هتبقى مطلوبه في العالم في ال10 سنين اللي جايه. يعني انا هبقى لو ما اتطورتش هبقى مش مطلوب. دي حقيقه. يعني حك لو بصيتي ما فيهاش دكاتره، ما فيهاش مهندسين، ما فيهاش محامين. ليه؟
هو مش معنى كده ان هم مش هنبقى محتاجينهم للابد، لكن في العشر سنين الجايين اللي موجود دلوقتي يكفي وزياده. اول وظيفه طلعت مطلوبه ايه؟ ويب سايت ديفلوبرز، اللي هم اكشوالي بيعملوا تطوير للمواقع. وبالتالي لازم نفكر بشكل منطقي. يعني هقول لحضرتك مثلا الجزء الطبي اللي مطلوب دلوقتي ايه؟ التمريض بشكل عنيف جدا، وحتى لو بسيط هتلاقي في اقبال شديد جدا حتى في مصر على كليه التمريض. فكره الطبيب خلاص بقى الفكره دي فكره صعبه جدا، والفتره اللي جايه عندنا فائض كبير جدا من الناس اللي اتخرجوا. فدي احد النقاط الاساسيه، قبل ما اطور مهاراتي لازم اشوف الاتجاه اللي انا همشي فيه كويس. ايه المطلوب؟ اللي هو فكره انه حاجتي بقى حاطه اهداف لنفسك. يعني هقول بس قصه صغيره على الموضوع ده. احد المليارديرات الامريكيين، واحد اسمه وارن بافيت، عنده شركه كبيره اسمها بيركشاير موجوده في كل العالم. الراجل ده كان داخل، ودي رساله حلوه عايزين نوصلها للشباب، كان داخل الطياره بتاعته الخاصه، فلقى الطيار الخاص بتاعه اسمه مايك فلينت. ومايك فلينت اسم مشهور لان هو كان طيار لاثنين من رؤساء الامريكان قبل ما يعني ما يستقيل ويشتغل مع وارن بافيت. فوارن بافيت بيساله بيقول له انت بقالك كام سنه بتشتغل معايا يا مايك؟ قال له 10 سنين. قال له انت فاشل. فالكلمة ضايقته جدا، قال له ليه حاجة بتقول لي أنت فاشل؟ قال له عشان أنت لو كنت راجل ناجح ما تشتغلش عند حد 10 سنين، كان مفروض يبقى عندك الشغل الخاص بتاعك. وقال له قاعدة حلوة جدا يا ريت الشباب يفكروا فيها ويدخلوا حتى يقروا تفاصيلها. قال له بص يا ابني أنا هقول لك قاعدة من ثلاث خطوات اسمها قاعدة الخمسة 25. أول حاجة امسك ورقة وقلم واكتب أهم 25 هدف في حياتك. الحاجة الثانية اشطب، أو الخطوة الثانية اشطب 2 من سوري 5 من 25 سوري 20 من 25. الخطوه الثالثه علم على الخمسه الباقيين. قال له بقى ايه؟ قال له الخمس اهداف دول هم اللي هيجيبوا لك كل حاجه انت عايزها. فسموها قاعده الخمسه 25. الشباب للاسف احيانا هو مش عارف هو عايز ايه. فبيعمل ايه؟ حد يقول له طب ما تدخل مجال الاكل، ندخل مجال الاكل، طب ما تروح تشتغل في الحاجه الفلانيه. عايز اشكرك بقى دكتور، عايز ابتدي من هنا. احنا متفقين كقاعده اساسيه كده ان كل الناس محتاجه تزود دخلها، دي حقيقه. والحقيقه مش قادره الوم على اللي بيقول انا عايزه اتعلم، لكن انا بغضب جدا من اللي يقول لك انا عايزه اشتغل لكن تقول له بتعرف تعمل ايه فيقول لك انا معايا بكالوريوس اي حاجه. الشهاده هل معناها اني بعرف اعمل حاجه خالص؟ طيب ازاي بقى اتحول من شخص معايا شهاده ومحتار بالسي في بتاعي وما بتقبلش، دي حاجه كل الناس مجرباها، الى شخص بيسوق مهاراته؟ ايه المهارات اللي ممكن الناس تتعلمها فتزود بيها دخلها بسرعه وبسهوله يعني؟ اوكي. يعني حضرتك دلوقتي معظم الناس بتركز في الكليه، هو مش غلط انك تركز في الكليه، بس لازم تبقى فاهم انه ما زالت في كل العالم مش في مصر بس في فجوه ما بين التعليم الجامعي وما بين متطلبات السوق. وارد ان انا ابقى خريج كليه حقوق واشتغل مثلا محاسب، ما فيش مشكله خالص. هي القصه الشطاره في انه اول حاجه انا اشوف امكانياته ايه. يعني مش هندخل في تفاصيل فنيه على قصه الفص الايمن والفص الايسر، بس انا شاطر في الارقام وانا شاطر ولا انا لا مش حتتي الارقام، حتتي حاجه ثانيه. فانا لازم اقيم امكانياتي كويس، وبناء على كده اشوف ايه الوظائف اللي ممكن تتناسب مع امكانياتي. حلو. وخصوصا لو انا عندي حته ميل لطيف ليها عشان ما بقاش بشتغل حاجة أنا مش حاببها. وابتدي بقى أشوف. يعني هقول لحضرتك مثال بسيط جدا، هو ناس كتيرة جدا بتفشل في المقابلة الشخصية. ليه؟ عشان أحد الحاجات الأساسية اللي معظم الشركات بتدور عليها أنه الشخص يكون بيعرف يشتغل تحت ضغط. ده احنا بنتضايق منها دي. لا دي عايزة قاعدة بعد الفصل، نطلع فصل ونرجع نكمل مع دكتور رأفت يوسف. ليه بنترفض في الانترفيو؟ سؤال مهم جدا. بعد الفصل. مساءكم خير. بنكمل مع دكتور رأفت ازاي ازود دخلي وافكار مبتكره لاني ازود بيها دخلي. ودكتور رأفت بيشاركنا بانه اهم حاجه لزياده دخلي زياده مهاراتي. احنا قبل ما نرجع لحضرتك يا دكتور بعد اذن حضرتك، معانا شاب ملهم جدا احمد ريحان، مصمم جرافيكس ومبتكر تصميمات. احمد مساء الخير اولا. احمد ريحان مساء الخير. طيب لحد ما نرجع لاحمد، احنا هنرجع مع حضرتك. سبتنا بقى عند حته ليه بنترفض في الانترفيو. دي حقيقة. ليه؟ عشان انا متوقع مهارات معينه عند حضرتك مش لاقيها. يعني دلوقتي حضرتك لو مقدمه على اي وظيفه فيها تعامل مع اشخاص او مع كاستمرز او مع عملاء، انا متوقع ايه؟ متوقع حضرتك يكون عندك
مهارات تواصل قوية جدا سواء من خلال الصوت أو من خلال لغة الجسد، متوقع أن يكون عندك مهارات تفاوض عالية جدا. النقطة الثالثة اللي كنت بحكي لك عليها في البريك، فكرة أنك تشتغلي أندر ستريس أو تحت ضغط، لأنه أحيانا بنحط الشخص في الانترفيو تحت ضغط نفسي. نشوف يعني زمان كانت بتعمل بشكل بلدي شويه ان انا اسيبك ساعتين ثلاثه، دلوقتي لا انا بضغط عليكي بالاسئله. كنت بقول لك برضو احد الشركات الالمانيه في مجال السيارات كانت بتخلي الانترفيو تعمل في العربيه والشخص قاعد بيشوف شاشه قدامه، الاتش ار مانجر او مدير الموارد البشريه موجود في الشركه وهو راكب مع سواق مجنون بيجري بعنف شديد جدا ويشوفه هيوصل لدرجه هينهار هيركز في الاسئله. ليه؟ لانه حك لما بتعرفيش تواجهي الضغط اثناء المقابله الشخصيه والانترفيو ازاي هتعملي كده بعد كده؟ ده ليفل الوحش. ده ليفل الوحش. احنا مش بالصعوبه اللي بنقولها الشركه اللي عملتها دي، بس انا ما ينفعش ادخل الانترفيو حك انا باصص لك انت مش خايفه تبصي لي، كل ما اضغط عليكي بالاسئله مش عارفه تركزي. اوافق حضرتك يعني ليه المهارات الشخصيه الاساسيه دي. طيب في وظائف كتير زي ما دكتور رأفت بيشاركنا كده محتاجة مهارات شخصية، والمهارات الشخصية ممكن تؤهلني لوظائف أكبر بكتير من شهادتي، لكن كمان السكيلز أو المهارات اللي هم بيسموها الهارد سكيلز دي كمان ليها تمن. الشاب اللي بيتعلم مثلا تصميم جرافيكس ممكن يفتح لنفسه مجال تاني، شغل تاني، وممكن ده يتحول إلى شغله الأساسي. أعتقد أن دي قصة أحمد ريحان. أحمد رجع معنا تاني على التليفون. مساء الخير عليك أحمد. النور، زي حضرتك. أحمد قول لنا كده في دقيقة، أنت عملت إيه عشان تبقى مصمم جرافيكس متميز وعشان تحط نفسك في مكان جديد في السوق؟ في البداية بس الموضوع ما كانش أسهل حاجة، ولكن هي حتة ان انا دايما كنت شايف ان العمل الطبيعي الروتيني اللي بيحصل في الحياة للناس كلها ده ما بقاش متاح للناس كلها، ودخله دايما محدود او دخله دايما مضطر ان انت تدور كتير وتعمل كتير، شغل مش ممتع لحد ما. لقيت نفسي اكتر كجرافيك ديزاينر في الكورة، اشتغلت مع اندية بره مصر وجوه مصر مع شركات كبيرة سواء بره مصر او جوه مصر، فده كان مديني فرصة أكتر إن أنا أشتغل براحتي في المكان اللي أنا عايزه في الوقت اللي أنا عايزه، أتعلم وقت ما أنا عايز، أتعلم سكيلز جديدة سواء صعبة أو سواء سهلة، بس في فرصة إن أنا أتعلمها في الوقت اللي أنا عايزه. يعني أنت يا أحمد كنت بتشتغل شغل ثابت وسبته عشان تشتغل في الديزاين، وشايف إن ده يعني شبه كده، ولكن ما كانش الشغل الأساسي. أنا كنت شغال حاجات كتير فترات الأجازات بتاعة الدراسة، ده ما كانش بصراحة يعني انا مهتم بيه قوي. انا كنت عايز اكون جرافيك ديزاينر اكتر، فانا ركزت قوي ان انا اشتغل دايما جرافيك ديزاينر، دي المهنه الاساسيه بمعنى اصح. يعني انت اهم اعمالك ايه يا احمد؟ اهم المشاركات اللي انت بتفتخر بيها؟ يعني الحمد لله في البدايه بدات في حته الكوره دي، يعني اشتغلت مع بروسيا دورتموند واتلتيكو مدريد واوكسبورغ، دي كانت من خلال ايجنسي في امريكا من مصر هنا سبورت 5، ومؤخرا شغال مع ارقام الشركه اللي معاها كلاينت زي الكاف الاتحاد الافريقي لكره القدم. اشتغلت على تقريبا كل البطولات، شامبيونز ليج، كاس الكونفدراليه، الوافكون، كل البطولات الخاصه بالكاف، ومؤخرا كان عندنا الفيلم محمد صلاح الاخير مع فيفا. طبعا ده كان مع شركه ارقام برضو، ده اللي اتشرفت بيه قوي يعني. ده جميل. الشغل كله كان ربنا يخليك. احمد، هو انت علمت نفسك بنفسك ولا اخذت كورسات مكثفه؟ للاسف هو لا، ما يعني موضوع الكورسات ده دايما في كلام كتير. انا بصراحه علمت نفسي بنفسي ان الموضوع كان فيه شغف، يعني انا من اليوتيوب عادي ومن كورسات ومن كلام ومن تجربه ومن كل الكلام دوت، فده كله كان مساعد ان انا اشتغل اكتر. يعني انا بشكرك شكرا جزيلا احمد ريحان، مصمم جرافيكس ومبتكر. دكتور هرجع لحضرتك، واذا كان في حد النهارده بيتفرج علينا عاوز يزود دخله وما فيش في باله فكره يقدر يعملها، يعمل ايه؟ هو في الاول لازم يقيم نفسه كويس، انا هعرف اشتغل في الديزاين زي احمد ما بيشتغل، ولا اشتغل في المواقع، ولا انا بعرف اعمل تصميمات كويسه، ولا انا ممكن اعمل كتب صغيره في مجال معين. يعني في ولد من اسكندريه بيكسب حوالي 50,000 دولار في الشهر انه عمل ويب سايت وعمل كتب صغيره، هو مش خريج طب اساسا ولا حاجه، عمل كتيبات صغيره في علم النفس وابتدى يكسب منها كويس جدا. وده صح،
ما دي انت لازم تشوفي امكانياتك كويسه دي الحاجه الثانيه اللي بيقوله احمد. زمان انا كان ممكن اسالك اقول لك دينا ما تعرفيش حد كويس يعمل لي موقع او يصمم لي موقع. دلوقتي بقى في مواقع اسمها مواقع الهواه او الفريلانسنج ويب سايت، احنا عايزين نقول اسمائها عشان الشباب يدخل يشوف هو ايه الحاجات اللي موجوده وانا اعرف اعمل ايه من ده. عندنا حاجه اسمها فايفر، هي جايه من كلمه فايف يعني خمسه، لان كل حاجه موجوده عليه بخمسة دولار بتتباع بخمسة دولار. عندنا حاجه اسمها ابورك، عندنا حاجة اسمها مصرية كده اسمها خمسات، عندنا حاجة اسمها مستقل، عندنا حاجة تبع لينكد إن اسمها بروفايندر. أعتقد أنه مواقع كتير زي ما حضرتك بتقول. أنا طبعا عمين يقولوا لي دي إعلانات، أنا شخصيا مش شايفة أنها إعلانات خالص، لا ده احنا بندعم مواقع عالمية موجودة. أنا فاهمة قصد يعني حضرتك أنه نقدر ندور إزاي أشتغل عمل حر من المنزل من خلال المواقع دي. في نص دقيقة الست مثلا اللي مهاراتها ما هياش كمبيوتر وما هياش ينفع تطبق على الانترنت، انا عارفه انه الربح من الانترنت هو الاكثر انتشارا دلوقتي، لكن في مجالات تانية ممكن الناس تعملها زي ايه؟ ما هو في ستات كتيره جدا اشتغلت مثلا في قصه تنظيم حفلات الزواج مثلا، او حاجه مثلا ليها علاقه بفكره الطبيخ، او مثلا شنط معينه بتتعمل. يعني في بنتين صغنطتين كان 23 24 سنه في 2013 عملوا براند بقى عالمي. طب. ليه؟ لان هم فهموا السوق محتاج ايه وهم يقدروا يعملوا ايه. يعني هي دي النقطه الاساسيه اللي احنا عايزين نوجه انتباه الناس ليها. يعني انا بشكرك يا دكتور، وطول الوقت بنحس ان احنا عايزين نكمل تاني، نكمل بعد الحلقه، بس حضرتك شرفنا. ودكتور رفعت النهاردة يمكن إذا قدرنا نلخص اللي احنا عايزين نقوله النهاردة، إنه المهارات بتساوي فلوس. اشتغل على مهاراتك هتقدر تحسن دخلك. دي كانت حلقتنا النهاردة من التاسعة، أشوفكم إن شاء الله على كل خير.